الخبر يعني للأسف الشديد، وأنا أخشى أطرح هذا يقولون تخالفت المألوف، لكن هم أطرحها للأمانة. معظم الروايات تقول الحسين دفن يوم 12 من المحرم. خلني أنا، روح أنت ابحث ابحث متى دفن الحسين. خلني أنا خلني أتكلم على المنبر، كلامي صح مو صح؟ ابحث ابحث ابحث، بس لأن خوفي أنا أنه الناس اعتادت على أن ليلة ثلاثة أيام بقية، لكن هم أنت تبحث وشوف متى دفن الحسين سلام الله عليه. سترى أكثر الروايات أنه يوم الثاني من بعد مقتل الحسين، يعني يوم الثاني عشر، بل بعض الروايات يقول يوم 11 دفن الحسين سلام الله عليه من بني أسد وزين العابدين. على كل للأمانة العلمية أنا أطرح